الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بغيت نقول بأن المجتمع المدني إلى جانب السلطات المحلية، إلى جانب الصحافة الوطنية، المواطنين متجندون وراء صاحب الجلالة نصره الله في هذا الظرف الصعب العصيب من أجل الحد من انتشار هذا الوباء الخبيث، ألا وهو وباء كورونا. وبالنسبة لمدينة أسفي خصوصا، فكما يعلم الجميع أن لجنة اليقظة بادرت منذ البداية في اتخاذ قرارات جريئة والعمل على تنزيلها. أول من هذه القرارات وهي تبني انطلاق العملية التحسيسية التي أشرف عليها سيد صاحب الجلالة نصره الله وإياده السيد العامل الحسين شينان، وتبناها فاعلون جمعويون بمدينتنا حاضرة المحيط. كانت انطلاقة الفعلية لعملية تحسيسية، عملية أطيرية توعوية، مغزاها وهدفها شيء واحد، ألا وهو منادات وحث ساكنة مدينة أسفي للجلوس في المنازل. وكان قولي في هذه العملية هو إلزموا البيوت، إلزموا البيوت، لا تخالطوا الناس، واجتنبوا السلام باليد، اجتنبوا السلام بالوجه، والإنسان يأخذ الاحتياطات دياله. كما يعلم الجميع على أن العالم بأسره الآن في حرب ضد مجهول، في حرب ضد مجهول، وأؤكد عليها وأسطر عليها بالسطر العريض وبالسطر الأحمر. هذا المجهول هو كورونا، كوفيد 19، هذا الوباء الذي ينتشر بسرعة البرق وينتشر ويصيب ويتم أسر ويأخذ ضحايا ويترك اليتامى ويترك اليتم. ولهذا فإن دولتنا اتخذت إجراءات جريئة، وصاحب الجلالة حاول ما في قدر الإمكان على أن يضحي بالاقتصاد الوطني في سبيل المحافظة والحفاظ على المواطن بصفة عامة. ولهذا فإننا نحن كمجتمع مدني متطوع جنود مجندون وراء صاحب الجلالة نصره الله من أجل إيصال كلمة واحدة، ألا وهي الوقاية أفضل من العلاج. وأنا أريد أن أتكلم بكل صراحة مع المواطنين بصفة عامة بالمغرب وبالخصوص بمدينة أسفي، وأقول لهم جلس في دارك، جلس في دارك، سلام مالك والراسك والوليدات ديالك والأسرة ديالك والوطن ديالك. بالنسبة للأماكن اللي كتعرف رواج كبير، يجب أخذ الحيطة والحذر، يجب توخي الحيطة والحذر، ويجب استعمال الكمامة. فبكل صراحة الآن الدولة ديالنا فرضات هاد الكمامة، ماشي لحقاش إجبارية، لحقاش هي أكثر وقائيا وأكثر سلامة للجميع. فالمرجو من الكل أن يمتثل للأوامر والتعليمات التي تقدمها السلطات المحلية، وهي الواردة من طرف وزارة الداخلية. وكذلك يجب الالتزام بكل التوصيات التي تقدمها وزارة الصحة. ولا يسعني في هذا النداء
إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع المرابطين، إلى جميع المغامرين، إلى جميع الذين يتحدون هذا الوباء من أجل سلامة المواطن، من أجل سلامة ساكنة. فالمرجو أن الناس تعاون مع السلطات المحلية، يتعاونوا مع رجال الأمن، يتعاونوا مع الأعوان، يتعاونوا مع الأمن الوطني، يتعاونوا مع الدرك الملكي. هذا كل شيء، هذا شيء من أجل سلامة أنفسنا ومن أجل سلامة وطننا. المجتمع المدني بعض المواطنين ما يستجبش بهذه الحاجة الصحية، شنو الرسالة ديالكم أنت مجتمع مدني؟ رسالتنا احنا كمجتمع مدني هو أننا يجب أن نحافظ على بعضنا البعض، وأن نتماسك بعضنا البعض، وأن نكون عند حسن ظن بعضنا، وأن نكون رجالا ونساء ضد هذا الوباء، وأن نتحد في كلمة واحدة ألا وهي أبقى في دارك. أدير الكمامة، سلام عليك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.